بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي الحدوته في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. عندما نتراءى او عندما نرى كميه العلاجات اللي موجوده دي والروشتات والتحاليل والاشاعات، ينتابك نوعا من انواع الخوف الشديد، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل هذا. مره تاني، عندما ترى كمية العلاجات هذه والتحاليل الطبية والروشتات والأدوية الفارغة، لا تستطيع إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل هذا، في من فعل هذا. خلينا أقول لحضراتكم متابعينا الكرام، متابعي الحدوتة في كل مكان، زي ما أنتم شايفين الوضع صعب للغاية، الوضع مأساوي وكارثي، لأن هذا الرجل كان كابتن جيم، وكان يعني كان محبوب من الجميع أنا وتعالى، يعني ربنا ما بيديش ما يجيبش حاجة وحشة أبدا، ولكن ربنا حطه في اختبار صعب، وهو أنه بسبب إيده، مسمار في إيده، أساءت حالته الصحية وبقت زي ما حضراتكم شايفين. واحد بياخد بالأطنان من العلاجات كل يومين ثلاثة، كل أسبوعين ثلاثة، كل شهرين، بيودي الفوارغ دي، وتوصف هذه الفوارغ بالشكاير، شكاير علاج، شكاير علاج. يا ترى إيه القصة والتفاصيل؟ هنعرفها حالا أول ما نروح لكابتن كمال اللي كان موظف محترم جدا في إحدى شركات السيارات، وكان بيقبض كويس جدا، ولكن سبحان من له الدوام، حتى الصحة ممكن تروح. احنا طبعا بنطالب بان حقه يجي، بنطالب ان الشركة المسؤولة تشوف معاشه ايه وتعطيه كل مستحقاته، وان اعطته تراه بعين المريض. يا ما خدم الشركة، ده ابن الشركة بقى، يا ما خدم الشركة. عايز اسألك عن تفاصيل اللي حصل ايه. معلش، احنا في اطار العرض بنجهدك، انا عارف ان احنا بنجهدك، ولكن الناس لازم تعرف ايه اللي حصل. واللي حصل دلوقتي ان انا وصلت لمرحلة استئصال 3 متر من الامعاء، وعمل 9 وصلات. ده الواحد ما فيش هضم في المعدة اصلا، ده منعني ان انا اكل زي الناس، اشرب، منعني من حاجات كتير قوي، ممنوع انك تمارس رياضة. 9 متر، 3 متر، 3 متر، 3 متر. إنما الوصلات اللي اتعملت جوه 9 وصلات، لأن المعدة كانت بتموت من مناطق متفرقة، لأن الفتق كان في أسفل البطن في الجانب اليمين. فطبعا الإزالة، الحاجات اللي لقوها كانت صعبة جدا. طيب، أصعب كانت حاجة كانت الصباع، بسبب صباع، يعني بسبب الصباع ده، الصباع كانت البداية. صباع أدى معايا الخطأ طبي، قطع في الأربع أوتار في الدراع اليمين. ثم الكلام ده كان في مستشفى شجرة الدر في الزمالك. بعد كده يليها خطأين متتاليين ورا بعض، 2 في مستشفى عين شمس التخصصي، والخطأين جراحيين للأسف. الخطأ الأولاني فقدني دراعي أكتر من 5 سنين. يا ساتر، ما كنتش بعرف اكل، كنت باكل زي المشلول بيد واحده، بتحرك بيد واحده. ده من تاريخ 5/7/2007 لحد 2014. كان نهايه 2014 كان اكتر من 7 من 5 سنين وانا دراعي فقده جدا جدا جدا، مش موجود. بعد كده دخلت اشوف ايه اللي حصل في دراعي، حصل قطع في عضلة الترابيس في الدراع اليمين، لان في دكتور دخل عشان يسحب عينة من الغدد الليمفاوية تاني. فالغدد دي طلعت مش غدد الدكتور، بدل ما يشيل جزء من الغدد الليمفاوية راح قاطع عضلة في الدراع برضه. المهم طبعا ربنا كرمني بدكتورة قالت لي ما تنزلش عمليات تاني غير لما نعرف، واستنى تقارير. المهم لما طلعت التقارير لقينا في تكيسات على الكبد. فالتكيسات دي عايزين نعرف سببها ايه. عملت تحليل في ألمانيا وعملت تحليل في انجلترا عشان خاطر نعرف التحاليل دي سببها ايه. الكلام ده كله طبعا على حساب الشركة، الله يبارك له، المهندس حسام ابو الفتوح والمهندس حسن، ما كانوش مقصرين في اي حاجة خالص. بعد كده دخلت قال لك ان التكيسات دي عباره عن حاجه اسمها
هايداتيد سيست. الهايداتيد سيست ده مرض بيعيش على الكبد، بياكل الكبد. طبعا انا من الكلمة خفت، قالوا لك لازم تتعمل جراحة، دخلت عشان اعملها جراحة. طبعا لما اتعملت جراحة حصل من هنا خطأ طبي في تالت، الجراحة ده في الجراحة ده تالت خطأ تالت طبي. خطأ طبي جراحي، يا ساتر يا رب، يا ساتر. ده تالت خطأ طبي جراحي. طبعا الأخطاء الطبية، الخطأ التالت ده أنا ما كنتش أعرف بيه ولا كنت على العلم بيه غير لما وصلت للمرحلة اللي أنا وصلت لها دلوقتي، اللي هي إزالة 3 متر من الأمعاء أي وعمل 9 وصلات. فأصبحت إن المعدة لا بقى فيها هضم ولا تقدر تستوعب الأكل، ملتقي ازاي؟ أنا ما أقدرش أكل حاجة غير مسلوق، ممنوع أي حاجة فيها وشرب زيت، بقى تشرب براحتك. لا شرب لا، ممنوع السكريات، السكريات بتنزل تبهدل الجسم، ممنوع العصاير، ممنوع الفاكهة، ممنوع أي نبات ورقي، ممنوع الطماطم، كل حاجة ممنوعة، مفيش حاجة غير المسلوق. ولو هتاكل أي حاجة فيها لحوم أو فراخ يبقى من غير أي حاجة. يستحسن إنها تكون مضروبة في الخلاط. هم عايزين من بدري يركبوا حاجة اسمها أنبوب التغذية المعدية، اللي هو أحقن الأكل عن طريق حقنة، الأكل يتضرب في الخلاط ويتحقن في البطن بحقنة. فطبعا انت انا كده اتدمرت في حال لا يرسل. انا دلوقتي بتكلم، انا بتطالب، مولد، بتطالب بإيه؟ انا دلوقتي بطالب، انا مش بطالب، ده رجاء من السيد المحترم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ارجو لو سمحت من فضلك شوف لي حل، الاقي حل. وبناشد وبترجى السيد المحترم الدكتور السيد وزير العدل عمر مروان، لو سمحت من فضلك يا فندم التحقيق في محضر رقم 3472 الخاص بواقعة الاهمال الطبي. الخاصة بواقعة الإهمال الطبي نيابة الوائلي. نيابة الوالي. طبعا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين، حزن شديد على وجهه وألم، حزن شديد على وجهه وألم لا يفارقه. والسبب هو انه كان كسيب وكان رياضي وكان وكان وكان، دلوقتي اصبح لا شيء طبعا زي ما انتم شايفين. يعني يحتضر، والسبب طبيب دكتور، يعني بسبب خطأ طبي ادى لقعدته كده. بنطالب حضراتكم، ونطالب كل اصحاب القلوب الرحيمه لمن يستطيع المساعده. مساعده بتبقى كذا وجه، في مساعده عينيه، في مساعده معنويه، وفي مساعده ايضا ماديه، لانه حزن كبير جدا والمه لا يحتمل، لا يحتمل.